صباح الخير شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ اليوم انا امام ملعب ريال مدريد، فاليوم عندنا جوله بالمتحف. فجماعه راح هسه ناخذكم الى المتحف ونشوف لكم الكؤوس والجوائز والملعب والمدرجات، اشوف لكم كل شيء. بس اللي عليك لا تنسى اللايك والاشتراك البرشلوني، تهمنا لا تنسى اللايك. ترى قريبا امين راح نزور ملعب برشلونه. شوفون هذا اجواء، الساعه 10 صباحا واحنا رايحين نشوف الملعب قبل المباراه. ف الجماعه راح يشترون تيكتات مال المتحف، انا عندي تيكت اشتريته اونلاين. شوف هاي التحفه الفنيه، صدق عظمه. والستور الرسمي مال دريسات هناك الساعه 10 صباحا والمباراه الساعه 9 مساء. هاي اجواء محيط الملعب، احلى شيء هذول البنايات والبيوت الشقق اللي هناك، يعني يسمعون نشيد ريال ومن يسجلون هدف والهوسه واللاعبين. شوف هذا امام الملعب يبيع تيشيرتات واي شيء يتعلق بريال مدريد موجود هنا، اكو ناس يبيعون بالاسود. ف راح ندخل للستور للمتحف ونشوف لكم الاجواء. هذا احمد وجماعه ينتظروني، هذا اول مره من جيت صورت وياه. هاي الملعب شوفون، هذا احمد جاهز، احنا راح يصور لكم فلوق حلو ان شاء الله. ويلا الى المتحف. هاي الصور قديمه قبل ما ندخل المتحف. وهاي تعال شوفوا هاي الصور، هاي زمن مارسيلو، مودريتش، راموس، بيبي، بنزيما. طبعا حاليا دخلنا للمتحف، شوفون هاي الشامبيونز ليج، العالم قاعد يتصور. هاي الشعار احتفالات، اهلا وسهلا بكم في مدريد، ذا بيست كلوب ان ذا وورلد. شيء طبيعي، افضل فريق في العالم. كذا الفوطه شوف انت الملعب، حلته جديده هاي ايش راح تصير. رسميا دخلنا للمتحف، شوف الكؤوس. كل الكؤوس واحد منكم يصور. خليني اشوف لكم. هاي الضربة الشهيرة لزيدان سنة 2002. راسية راموس لجبونة. يابا هذا اعظم احتفالية واعظم رأسية بالتاريخ. وهذا الدون كريستيانو، الله على ايامك، الله. مودريتش، بيل. هاي سوبر كوب كانت بين ريال وفالنسيا والبرشلونة واتلتيكو. هاي اعتقد مع الكرة السلة، هاي الكرات الذهبية. ما
بطولات ريال مدريد والاهم اللي هي دوري ابطال اوروبا كتورز والله ما عرفنا صور روح روح صور هذا آخر واحد من طلع كريستيانو رونالدو اللي كان كيف على مدريد هاي ساحة الاحتفالات من ياخذون بطولة يجون يحتفلون بهاي الساحة واخيرا دخلنا للملعب شوف والله ماكو وصف والله العظيم ما اعرف شو اقول شوف التحف الفنية شوف العظمة شوف على قولة احمد ارض مباركة حط طيور جاي تنزل تاكل من الارض طبعا انا اليوم بالمباراة راح اقعد هنا زيادة ترى 410 هو وين هنا؟ أنا 100 وما أعرف شيء. لا أنا نا أول واحد في آي بي هذا أنا. طبعاً زيدان كل مرة يقعدنا. آخر مرة من يجينا أحمد شافنا. الله والله زوجت لقيت منا. إي. وتأخذ صورة ويا. حالياً جاي يسوون تحضيرات شوفنا. هنا وهنا تحضيرات على مود مباراة دوري ابطال اوروبا الساعة 10 اجينا نشوف المتحف والملعب وبعدين نجي نشوف المباراة شوف هاي السقف الجديد هاي الشاشة العملاقة الجماعة جاي يصورون شوف العالم بالستور هاي ستور رسمي بالملعب ازدحام كل مكان طبعا هسه الجو حلو مو برد شوف هاي اجواء بعد ما طلعنا من الملعب الجو صراحة حاليا حلو مو باردة وهذول تقدر تصور وياهم اوكي طبعا باقي اكثر من 7 ساعات على اللعبة ومثل ما تشوفون الازدحام مو طبيعي هنا احمد شلون المعنويات اليوم على مود اللعبة؟ ما شاء الله المعنويات حلوة نفوس؟ اكيد كم تتوقع؟ توقعات انا اتوقع 3-0 2-3 انا اعتقد 3-1 الواحد ما يشوفوه اصلا او ما يشوفوه على قولتك شغلات ريال مدريد هذا ارخص من الستور الرسمي يعني لو بالستور تلقاه ب 25 على مود اللحافه يعني ب 10 قبل شوي كان اكو واحد يبيع ب 10 بلينغهام طبعا هسه راح نرجع ناخذ المترو ونتوجه الى مركز المدينة وبالليل نرجع طبعا حتى اسم المحطة سانتياغو برنابيو طبعا هسه رجعنا من الملعب واشترينا شوفون قبل المباراة واشتريت تيشيرت واشتريت لحافة وانا اشتريت والتيشيرت موجود بالشقة همين راح البسه واشتريت الجماعة لابن اخويا وابن اختي فهسه راح ناكل ونشوف بعد شنو راح نسوي طبعا وصل اكل طلبنا القص شوفوا بصورة اللي اخذت ليها بشرفك ستيفان صالح ماله بعد ما اكلنا لازم نسوي لكم جوله ما دام الجو حلو وماكو مطر نسوي لكم جوله سريعه كل مكان يبيعون دريسات ريال مدريد والفرق الاخرى من موجود برشلونه اتلتيكو بس اكثر شيء هذول الافريقيين يبيعون بالاسود سعر 20 يورو مثلا التيشيرت